شهدت العملية، قلبي مكانه هلا؟ ايه صح، بس الفترة الجاية مهمة كتير إلك، ممكن تصير مضاعفات بالرئة، خلوها بغرفة مهواية. والله نحنا داق نفسنا، أنا لهلأ ما عم صدق. العملية نجحت عن جد؟ ما قلنا لك نجحت. شبك علي؟ ايه طبعا تفضلي. بدي اعمل امي لمن وحده، عم استنى هالشي من وقت طويل كتير. للاسف ما في مجال، ما بنقدر. لا تواخذوني بس وضع ما بيسمح ابدا. صبري شوي كمان لانه ما بنقدر نضغط على منطقه الرئه بنوم. ما بدي وصيكي ماشي؟ استاذ تعرف شو؟ ما لقيت مشرطي، دورت عليه على السطح وبالأبو بكل مكان بس ما لقيته. يمكن تكون خلصت مهمته علي، ومن هاللحظة صار لازم تكمل طريقك من دونه. بركي صار معي شي هنيك، كيف رح اهدى؟ انت لازم تلاقي حل. افترض انك ما لقيته ابدا، بدك تلاقي حل. تعال انت، اذا انت اجيت ممكن ارتاح، انت اخي. علي نحن شو اتفقنا؟ ما أقول لك أخي. إيه؟ وتذكر أنا مالي مربي إلك، مو هيك؟ رسلته. شفت على الانترنت، غسلته بدرجة 30 وكويته وصار نظيف. مو مثل أخي. تعب صفتك استاذي ممكن؟ علي أنا حابب إني أكون جنبك، بس وعدت شخص إنه أنا ما رح أروح لهنيك. بعتذر، ما بقدر. شكراً إلك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.